وردة سرنا المحبة. سكامة تقول هيلك قوتنا في هريستنا. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. جبن مرياح علاش ليه؟ تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. تريبليكس جاسترو من مخابر لونفول فارما متوفر في جميع Cuisina, votre cuisine autrement. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على الغدد، ولكن اليوم باش نركزوا على الجراحة. في العادة حكينا قبل على الموضوع هذا وحكينا انه فما حرا باش ناخذوهم ولازم ناخذوهم كل يوم وما نقصوش عليهم وغيره، لكن اليوم باش نحكيو على التدخل الجراحي بالنسبة للغدة. كيما زادا باش نحكيو على السبور. نعرفوا في نص رمضان الناس تبدا تفشل وتتعب ويقول لك صاي ما عادش نحب نمشي للسبور بعد العيد وغيره. لا، احنا اليوم باش نشجعوهم باش نعطيوهم شنو الحاجة الباهية اللي تخليك تعمل سبور في مع باقي رمضان، باقي تحافظ على صحتك وغيره. دونك خليكم معنا ما تبدلوش القناه ومع بعضنا نقولوا بونجور صفصوف. صباح النور فاطمه، نهارك زين ان شاء الله يا ربي تكون بخير. نصبح على اللي شايف ونصبح عليكم انتم كالعاده او في برنامج الماتينال وين ما كنتوا تتفرجوا فينا وتتابعوا فينا كل صباح على قناه التاسعه. ان شاء الله نهاركم زين وبنين يا ربي وكله صحه وعافيه. ان شاء الله تكونوا بخير بالحق وفي صحه جيده. استنوني اليوم في روبريك سبيسيال جويس كيما استنستوا بيا، نعطيكم كان لي بون بلان، نعطيكم كان لي بون زافير والحاجات والفاريات المزيانه من خلال الفقره. دونك استنوا بعديك شويه باش تكتشفوا شنو عندي. تعرف انا كل ما نقول ما بعضنا نقول صباح خير صافين، نضحك بيني وبروحي نقول صار الجمهور يقول صباح خير صافين، صافي ديالهم الكل صباح خير صافين، محليها الفازه. صباح خير الشيء. صباح النور. النور نهاركم زين. صباح النور شفتحية البنات، صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتم، صباح عليكم بالخير والخيرات. ان شاء الله تكونوا في صحه جيده الكل. احنا في سيدي رمضان ديما نودوكم بالدبارة. شفتحية حضرت لنا خبز اليوم وحلو ولا حلو برك؟ خبز وحلو الزوز كالعاده. كالعاده الو خبزي اليوم باش يكون متميز، على خاطر ديما نعرفوا كي نعملوا خبز سيريال ديما نحاولوا اونيفيت باش نحطوا فيه حاجه زايده كيما بالزيتون كيما حاجات هكاك. الو كو يجي بنين برشا بالزيتون. اليوم خبز سيريال بتاعي ورده بالزيتون ومع هو باش نعمل كعك مناقش. كعك مناقش معناها منقوش. منقوش هذا تنشوفوه بالمنقاش. دونك كعك بنين باش تحضروا الشيف فتحيه. انا مشاهدينا باش نحضر لكم ثلاثه وصفات اليوم. الوصفه الاولى باش تكون اخترتها الحسو بالكعابر، الحسو التونسي اللي بالخل والنعناع. هذاك باش تشوفوا كيفاش نعملوه في كعابر الحم مش حسو كعابر السميد. معاه هو باش نحضر سلايطه فيها الفول الاخضر اللي توا وقته وفيها لاغيكو روج ولا اللوبيا الحمراء، معها بقيه مكونات وحيده وحيده نشوفوهم. واهم مكون باش يكون حاضر في السلطه هذه اللي هو الفخماج البنين من عند مرياح، واكيد تن البدر والا تن الموجه حسب ما انتم تختاروا. معاهم هما باش نحضر كفته سردينه باش نعمل لها صوص بنينه. الكفته هذه باش نعمل لها صوص بطماطم سيكام المدشه حاضر باش. احنا وصفتنا يكونوا حاضر باش بعد ما نمشيو لفاطمه وصفاء. بيان نهارنا نبداو بالدعاء امضاء الشيخ ياسين العياري اللي هو الامام الخطيب بجامعه ابراهيم الخليل بالمنزه الثاني. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام، يا من خلقتنا ورزقتنا، يا من أعطيتنا الصحة والشفاء، لك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لك الحمد أما متعتنا بأسماعنا وأبصارنا وأطلقت ألسنتنا بذكرك وبتلاوة القرآن، يا عزيز يا رحمن. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. احفظ لنا أبداننا، احفظ لنا صحتنا، قونا على كل بلاء، وارفع عنا هذا الوباء، يا عزيز يا كريم يا رحمن يا رحيم، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى الله وسلم على النبي محمد الأسعد الكريم. دعاء مقبول وذنب مغفور وصيام مقبول. دونك قايد زاد نشوفوا تويكا سبوت الخاصه بتريبليكس غاسترو البرودوي والكومبليمون اليمونتير الخاص بلونفول فارما. تريبليكس غاسترو ضد حروق المعدة والانتفاخ والغازات. تريبليكس غاسترو مستخرج من الطبيعة من البسبيس ونبتة اليانسون وطعم المنتول. تريبليكس غاسترو من مخابر لونفول فارما، متوفر في جميع الصيدليات. تريبليكس غاسترو تلقاو في كامل الصيدليات الجمهورية. كما نعاود نذكر إذا تحبوا أكثر معلومات تطلبوا 74 441 999. راهو نجموا نستعملوها إذا كان عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي، إذا كان زاد عمرنا من 6 سنين فما فوق، وراهو آمن بالنسبة للناس الكل، المرضى السكري، المرضى التونسيون، الناس اللي عندها مشكلة مع الجلوتين، راهو آمن 100%، وخاصة اللي هو طبيعي كيف كيف 100%. ألوغ احنا توكا باش نحكيو على الجراحة بالنسبه للغده، ما قبل زين معناتها نفرحوا بالدكتور يوسف ياسين اللي هو اختصاصي في امراض الانف والحنجره والاذنين. صباح الخير سيدي. صباح الخير، على السلامه. شنو احوالك؟ يسعد عليكم، يعطيكم الصحه على الاستضافه. يعيشك يا سيدي، مرحبا انت زاده، ميرسي اللي انت جيت بحثنا. دونك دكتور يوسف باش نحكيو على الموضوع نتاعنا، ما قبل كان تسمح نرجع بحذا لشيف. مرحبا فاطمه، اكيد باش نرجعوا لكوجينتنا، نحن نستناو في الساده المشاهدين باش نفوتوهم بحتى شيء. شيف فتحية تبدا تحضر لنا الخبز اليوم، قالت بالحبوب لكن مفوح بالزيتون لكحل. فوالا خبز بالسيغيال. احكارو كيفاش؟ احكارو عندي هنية الخبز الفرينة اللي بالسيغيال ورده. حاضر باش. حاضر باش، امورها مريقله، فيها الفلوكون دافوان، فيها بليزيوغ فاريتي دو سيغيال، تحسوهم دايوغ محبين، معناها حرش في وسطهم، من الفرينات اللي فريمون مختاره ممتازه. نجي هنية نحل الباكو نتاعي باش نعملهم اون بتي بان، مانيش نعمل خبز كبير، خاطر كيكه كل واحد ياخو الكعبه اللي يحب عليها وتاكل بسهوله. نجي نحط زوز باكوات سكر واحد لوفيور انستونتاني سمارت شيف، ديما نخلط خميرتي قبل ما نصب الماء وقبل ما نحط الملح وقبل ما نحط حتى شيء، ديما نخلط الخميره باش تتلف في الفرينه وما تقعدش تمس حتى ما تدخلش اون كونتاكت مع حتى مكون اخر. نحط مغرفه ظريفه بالملح على جنب هنية، نحط ياسر ملح، نحط مغرفتين سكر للون نتاع الخبز، ما كانش ما يعطينيش اللون، هو راهو مجعول بوغ كاراميليزي الخبز باش يكاراميليز ويخرج اللون نتاعو في لون اللي حاجتي به. عندي هوني ياغورت طبيعي، نحط في خبزي ياغورت طبيعي، ياغورت في عوض التبسيسة باش من بعد جوست رطبه بشوية بالكل زيت، يعطيه النكهة متاع الزيت بنينة، ما غير ما يجي مبسس الخبز هذايا الأسمر السيغيال ما يجيش مبسس. نجي هوني ونعجن بالماء المعدني بالطبيعة، نخلطه تخليط ونخليه يخمر ويرتاح لطن، اللي من بعد نرجعه مع بعضنا نحط له زيتونه بعد لا يخمره.
يعطيك صحة شيف فتحية. دونك هذه البات نتاع الخبز كيفاش نبدأ وهك ما قلت أنا مشاهدينا باش نبدأ معاكم الحسو اليوم اخترته باش يكون بالكعابر. دونك خذيت اللحم مفروم فوحته بشوية نعناع شوية تابل شوية ملح فلفل أكحل وحطيت معاه شوية هريسة عربي أنا نحبه يجي موزوز شوية الحسو متاعي. دونك هنا الكعابر باش نحطوهم يتقلاو نجم تحطوا فيهم شوية بسبسة زادة تنقص الصفورية متاع اللحم المفروم وتعطي بنة كيما بنة المرقاز في وسط الكعابر متاع اللحم. دونك هما اللي باش تقلاو هذوما يلزمهم يشدوا روحهم شوية هكا. وأنا عندي هنا بصلة حضرتها سواء تفرموها ولا تقصوها جيدة هكاك كيف ما أنتم تحبوا. شوفوا اللون متاع اللحم بدا يتبدل الزيت متاعي سخنته زيت نجمة دو بلوس هكا علاش قاعد يتقلى. وقتها نفهم اللي كعبة اللحم بدأت تشد روحها هكا ريحتها ياسر بنينة خارجة منها ريحة الثوم والتابل وكروية متاع الهريسة العربي متاع الفاحات اللي حطيناهم تعطي نكهة بنينة مع النعناع. باش نزيد هوني البصل متاعي المفروم ونبدأ نفوح الحسو. الحسو هذايا قلت لكم بكعابر اللحم ثم الحسو بكعابر السميد هذاكم نعملوا في الكعيبة كعيبة كبار ككعبة الكعابر متاع السميد ويتقلاو ويجيو بنان برشا. دونك طيبوا لهم محسو عادي. توا بعد هذايا باش نحط طماطم طماطم سيكام دوبل كونسونتري انا ديما نستعملها سواء في المرق ولا في الشرب نستعملهم هكا توانسه اللي يبدو مش زعر بيان سور فيهم الطماطم نقليها شويه ماهيش حامضه ما تخافوش منها خاطر طماطم سيكام مجموعه فصل الصيف ناضجه بالكدا دونك تعطينا لون مزيان وتعطينا نكهه بنينه برشا. ديما نقول لكم ما فيهاش لا مواد حافظه ولا مواد ملونه هذه الحاجه اللي تخليني نستهلك طماطم سيكام. باش نزيد عليهم شويه فلفل اكحل حطيت شويه ملح هنا باش نحط شويه فلفل زينه وشويه كركم ماذا بيكم حتى كان تاكلوا الحار في العاده الشربه وغيره في سيدي رمضان لو خاصه الاولين تبداو بهم الماكله ماذا بيكم ما يكونوش حارين باش ما يقلقوكمش برشا. هك هكا يتقلاو مليح ريحه الفحات بدات تخرج هوني نمرق. دونك ناخذ شويه ماء سخون ثم اللي الحسو نتاعو يحب فيه الثوم وثم اللي كل واحد واش يختار. انا الحقيقه نحب نكهه الثوم في الحسو دونك باش نحط تشيشه خفيفه بما انه اللحم بقري ما يضرش. دونك هنا نمرقوا الماء نتاعنا العادي اللي باش يطيب لنا اللحم ونخليوه يغلي سله سله وكيف ما قلت لكم باش نحط معاه تشيشه ثوم خفيفه وهكا تكمل الصوره. خلينا مع فاطمه بعد شويه ترجعوا لي ونبدا مع بعضنا نحضروا كفته السردينه. مشكورين اللي شاف يعطيكم الصحة. لو نرجو نحكي مع دكتورة يوسف ياسين اللي هو اختصاصي في أمراض الأنف والحنجرة والأذنين. دكتور اش نحكي اليوم على جراحة الغدد؟ أما قبل هات مثال نعود نذكر الناس أنه شنو المشاكل اللي تنجم تكون في الغدد باش معناتها الأمراض الموجودة كوا هو معناتها كيفاش تشلق بروحك عندك غصة ولا الغصة بالدارجة من الغدة الدرقية هي اسمها. أي. كيفاش شنو تشلق بروحك؟ معناتها تنجم تكون فما ديريغلومون معناتها الغصة يا بخيلة يا تخدم بالزيت هذيكم الحالتين اللي تنجم تصير بهم بيان كل معناتها ماهمش موجودين بكثره. الاكثريه تشلق اللي عندك كعبوره طلعت لك من اللوطه من الرقبه تتحرك كي تبلع ولا كي تمشي عند الطبيب على حاجه اخرى وعمل لك بالباسيون معناتها مس لك رقبتك ولقاك عبوره ولا ساعات تعمل اونيكوغرافي سيرفيكال معناتها تصوير على حاجه اخرى مشيت عندك شيكه في ولسيس ولا حاجه ونلقاو دي نودول معناتها كعابر في الغصه. هذا هو كيفاش نشلقوا معناتها اللي نحن مرضى بالغصه. تخي غارمون معناتها فما ديسين يقولوا نحن نتاع الضغط على الحبال الصوتي على العصب معناتها ريكورون هذا دونك يعطي الصوت يتبدل ولا الضغط على القصبه الهوائيه تولي واحد ما ينجمش يتنفس هذا كيفاش نشلقوا اللي عندنا الغصه بصفه عامه. وصعوبه البلع زاده ساعات ليه؟ صعوبه البلع زاده سي اون دي زوتر كومبليكاسيون فما صعوبه البلع. دونك هذا كيفاش تشلق اللي عندك الغصه. من بعد معناتها وقتاش باش تجي جراحه وقتاش ما تجيش جراحه سا ديبون فما الغصه كي تبدا بخيله ما تستحقش جراحه جينيرالمون جوست تستحق معناتها باش نعوضوا لي زورمون نتاع الغصه بان تريتمون معناتها هرمونال اللي هو الثيروكسين جوست يتعوض بذاك. وكي تبدا الغصه تخدم بكثره فما ديسين يظهروا معناتها الانسان يضعاف الانسان معناتها يضعاف يولي فما النيرفوزيتي يتنرفز فيسع عنده الرعشه في يديه. وقت هذا الغصه نشلقوا بالي تخدم برشا نعملوا بيلون اللي هو الاف تي كات تي اس اش معناتها تحليل دم يتعمل
ومن بعد تحليل الدم هذا هو اللي باش يقولنا التيساج معناتها معناتها تبدا طايحه ياسر. دونك نعرفوا الدياغنوستيك اللي هي الغصه تخدم برشا. هذا فما حلين للشقان من الاول بالكل باش نعطيو فما دواء يتعطى بالضبط لي زونتي تيرويديان سانتيز يتعطاو باش ينقصوا في الخدمه نتاع الغصه باش ينقصوا فيها الخدمه نتاع الغصه. وكان معطاوش مفعول وفما ريسيديف معناتها تعاودت الحاله وقتها عندنا حلين يلزمنا دواء نهائي. دواء نهائي يجي في حاجتين، يا الجراحه معناتها باش تنحي الغصه الكل باش ما عادش بتخدم برشا ومن بعد باش تعوضها بالليزورمون فهمت سوبتيتوتيف، ولا سينو فما اليود يتشرب. الديفيرونس وقتاش نعملوا جراحه وقتاش ما نعملوش جراحه شي لو سوجي اجي عند الراجل العبد الكبير في العمر جينيرالمون خيرو باش نعطيو اليود يشربوا خاطر ديجا المراه تبدا جابت صغار وكل ما عادش فما ريسك عليها، ولا كي يبدا الغصه كبيره وكي يبدا شي لو سوجي جون عند الانسان الصغير في العمر نختاروا جراحه من الاول. ومن بعد بيان سور بعد الجراحه باش نعوضوها الحكايه هذه الكل بالليزورمون سوبستيتوتيف. تو اما اغلبيه الحال اللي يصير هو يجيك مريض معناتها عنده كعبوره في رقبته، يلزمك انت معناتها تشخص وتشوف تشخص تمس الكعبوره اللي عنده في رقبته. الكعبوره اسكو تتحرك مع البلعان سافيدير كو لاصقه في اللاكس نتاع الغصه تابعه الغصه واسكو الي دور معناتها يابسه اسكو فيكسي معناتها شاده في لي ستركتور اللي دايرين بها. هذاك وقتها تبدا تخمم في سرطان. معناتها نحن شنو المشكل علاش الشقان هذا الكل يتعمل؟ خاطر الخوف من السرطان. بيان كل السرطان في الغصه 5% بركه من الحالات اللي تنجم تكون فيها الغده معناتها 5% هكا. اما ما نحبوش نتعداو بحذا سرطان وانت تنجم تداويه خاطر البرونوستيك نتاعو معناتها جينيرالمون معناتها باهي. السرطان تاع الغصه مش سرطان معناتها مخطر ياسر معناتها تنجم تتلهى به وهو يبدا مازال صغير معناتها كعبوره صغيره تتلهى بها وتنجم معناتها تبرى كيما تنجم تخليها تكبر وتنجم عادش تعمل حتى شيء. فهمتك. دونك وقتاش نشقوا الكعبوره وقتاش تتشق يلزمها النودول تيرويديان يلزم نعملوا ايكوغرافي تقولوها بالدارجه تصويرها بالتلفزه تعمل ايكوغرافي. الايكوغرافي هذيك كي تعملها باش تشخص لك معناتها النودول نتاعك اللي هي الكعبوره فما حاجات الايكوغرافي توريهم اللي هي معناتها كانوا فورمته معناتها مدوره هذاك سي ان بون برونوستيك معناتها حاجه باهيه. كان يبدا نحن نلوجوا على الحاجات الخايبين يبدا فورمته مش مدوره يبدا لي ليميت نتاعو يبدا فلو شويه تلقى فيه محجر من الداخل ولا تلقاه سوليد يقول لك سوليد معناتها يابس. هذاك معناتها يدلك اللي هو ينجم يكون سرطان. وفما كلاسيفيكاسيون تتعمل في يعملوها لي راديولوج هذايا فما دي سكور دو 1 ا 5 بين سكور 4 و 5 لازم نعملوا تحليل نتاع النودول. التحليل يجيب الزريقه نجبدوا منه النودول معناتها نبعثوا نحلوه وقلنا اسكو سي سوسبي معناتها دو مالينيتي معناتها سي سرطان يجب يكون سرطان ولا يقول لك سرطان واضح وقتها لازمك تشق. هذا بوغ لي نودول الكعابر اللي فوق السانتي خاطر اللي اقل من سانتي معناتها نقعدوا بالعلاج معناتها نتبعوا فيهم وكاو. اللي فوق السانتي وتلقاهم في السكور نتاعهم عالي تعملوا لهم البونكسيون هذه اللي تجبد لهم معناتها من نودول. من بعد فما ديزيكول فما مكاتب فما اللي يقول لك بعد 2 سانتي نشق الكعبوره لازم تنحى فما اللي يقول لك بعد 3 سانتي علاش باش ما تتعداش بحذا كونسير ماشي الحاجات الاخرين باش ما تتعداش بحذا كونسير وهو كبير 3 سنتيمتر حاجه كبيره معناتها وباش يسرح لك في بلايص اخرين في البدن. دونك لازم بريزون شارج لازم تكون على بكري. تو انا اللي فهمته منك دكتور زاده انه الناس اللي عندها الغده اللي تخدم برشا ممكن هما اخطر شويه من الناس اللي بخيله عندهم هما اللي ممكن يلجؤوا للشقه. اخطر اما في السرطان اللي معناتها البورسنتاج نتاع السرطان عند المرضى اللي عندهم غده تخدم برشا اللي دو 0.1% معناتها اللي عنده غده تخدم برشا سي با ان فاكتور دو ريسك كبير على السرطان. لي فاكتور دو ريسك معناتها باش تخاف من السرطان هو يبدا راجل يبدا العمر فوق 60 سنه والعمر تخي جون يبدا عنده في العائله شكون مرض بسرطان معناتها قبل يبدا شكون عامل اشعه في رقبته هذاك من الكل يوجهونا باش انت تخاف اللي يبدا المريض معناتها الكعبوره نتاعو مش كعبوره بسيطه مي سرطان. فهمتك باهي صفصوفه. دكتور هنا انت تحكي بتتخ تفرعنا الموضوع انه تنجم تتحول الى سرطان او غيره، لهنا حبيت نحكي لك للناس اللي يقروا باش يستاصلوها الغده وينحيوها، فما برشا ناس يقول لك صاروا لي مضاعفات بعد ما نحيتها سمنت برشا والا وليت نحس بقلق والا بدني تفرعس، الوغ كو شنو ما لي ديغا والا شنو ما اللي نجم يصير بعد ما نستاصلوها الغده الدرقيه؟
هو اللي ريسك معناتها اللي ديغا اللي نجموا يصيروا معناتها هي عمليه جراحيه بسيطه مش حاجه صعيبه. ماناش نحكيو على لاكت كوم اكت شيروجيكال، نحكيو على ما بعد استئصال، ما بعد لاكت شيروجيكال ينجم يكونوا فما دي كومبليكاسيون في الشيروجي بيدها. معناتها في لاكت شيروجيكال فما عصب اللي نسميوه لوني ريكورون، هذاك اهم حاجه تتبعوا باش ما تمسوش، خاطر كان تمسوا تولي عندك البحه معناتها الحبال الصوتيه ما عادش يتحركوا، وكان تمسوا من جهتين تولي عندك البحه معناتها تنجم ما عادش تنجم تتنفس، يقعدوا الحبال الصوتيه مسكرين وترسيلك عايش فلسه كما يقولوها برشا نشوفوهم عاملينها. معناتها سي غار معناتها ما تصيرش بكثره الحكايه هذه، معناتها شيروجيان اكسبيريمونتي وكل ما تصيرش الحكايه هذه. هي معناتها غلطه نتاع جراح ولا خاطر النودول ممكن مس فما نودول، فما نودول يبدا كانسيرو معناتها نودول في سرطان ينجم هو ماسس الحبل الصوتي فوالا. دونك معناتها بعد ساعات ما تنجم تعمل حتى شيء يبدا هو داخل فيه من الحبل الصوتي اللي من الجهه الاخرى يبدا جينيرالمون نودول مش ماسسهم الزوز، ماسس واحد بركه. دونك معناتها ماكش باش تجيك حاله تقلق في التنفس ولا حاجه. مي باغ كونتخ اللي تحكي عليه انت يفو اكيليبري معناتها لازمك تعدل الدواء من بعد اللي تعمل عمل. حياتك كامله باش تبدل بعد ما تقعد حياتك كامله بالدواء. ابار الدواء حتى اونيجين دو في ظهر لي. اونيجين دو في معناتها الدواء تو كيما في رمضان مثلا الدواء وقتاش باش تاخذه؟ الدواء لازمك تاخذه جوست معناتها كي تشق فترك الدواء تاخذه على الخوي. ولازمك تاكل نص ساعه من بعده. معناتها الهيجين دو في ماكش باش تشق فترك مع العباد الكل باش تشرب كاس ماء وباش تستنى باش الدواء يعطي افيكاسيتي 100%. سينون الدواء معناتها مش باش يعطي مفعول 100%. والدواء من بعد اون فونكسيون دي فاريسيون معناتها لازمك ديما تقعد تتبع شاك 3 موا شاك 6 موا تعاود تعمل تحليل باش تشوف اسكو الغصه نتاعك معدله ولا مش معدله، خاطر كان مش معدله لازمك تبدا تعدل في الدواء. دونك سي فري كل حياه تتبدل شويه، مي سي معناتها اون با لو شوا، معناتها كي باش تنحي انت نودول تخاف من السرطان الحياه باش تبدل شويه، مي كي تعدل الدواء يبدا معدل جينيرالمون ما يجيوكش دي كومبليكاسيون. دكتور هنا كي نحكيو على الدويات اللي تتاخذ ونقولوا احنا هرمونال اللي حاجه هرمونيه الحراب باش يدرسي ولا الغده اللي تمشي معناتها تخدم برشا ولا اللي تخدم شويه، هل ديما نخافوا منهم؟ حكيت حربوشه هرمونال سورتو النساء على خاطر نخافوا من السرطانات زاد سيدي، دونك هل تعمل سرطان ولا لا؟ لو تريتمون اون فيت سي الهرمون تيرويديان نسميو تريتمون باش نزيدو نفسرو للناس نسميو تريتمون هرمونال سبستيتيف معناتها سي لي هرمون حطوهم في حربوشه معناتها هذيك كيفاش تعمل خدمه الغدة هي اللي سي لا ميم شوز يعوضوا جوست الغدة اللي ما عادش موجودة. وفي الجراحة باش نرجع لك للجراحة فما نوعين تاع جراحة، يا باش نحي شطر الغدة بركة وقتها ما تستحقش باش تاخذ ما تستحقش باش تاخذ حربوش خاطر الغدة اللي بقات باش تقعد تخدم هي على الزوز ولا باش نحي الغدة الكل، كان باش نحي الغدة الكل وقتها تستحق باش تاخذ حربوشة. وقتاش تنحي غدة شطر بركة وقتاش تنحي الزوز؟ وقت تبدا عندك كيما نشوفوا هنا في التصويرة كعبورة واحدة من جهه واحده مش في الوسط لوكاليزي كي تبدا في الوسط تي اوبليجي باش تنحي معناتها وسورتو كي تبدا عندك برشا كعابر معناتها سان كواتر ملتي نودولير يبدا لك عابر موجودين في الغصه الكل لازمك تنحيها الكل وقتها لازمك تعوض. ولا في الجراحه نتاع السرطان انت كي باش تنحي الشطر بركه تبدا كعبوره كيما الكعبوره هذيك وانت ما تعرفش عليها من الاول تي نا با دو بروف اللي هي سرطان ولا مش سرطان باش تبعثها للمخبر في وقت العمليه انت في العمليه تبعثها للمخبر والمخبر يجاوبك اسكو هو سرطان ولا مش سرطان؟ كانوا سرطان باش تكمل تنحي جنب الاخر وباش تكمل تعمل انكوراج تتديخ كل والسيس اللي عندك لاصقين الغصه هذاكم باش تزيد تكمل تنحيهم وباش تبعثهم زاده للتحليل، دونك تقعد تستنى مره اخرى في التحليل المخبر باش يقول لك كانوا هما معناتها السرطان سرح فيهم هما زاده ترسيلك حتى تزيد تحل في الرقبه وتزيد تنحي معناتها الولسيسات اللي موجودين في الرقبه. معناتها تولي سيرجي بلو كومبليكي معناتها سي غار جينيرالمون سي 5% دي كا. فهمت. احنا باش نزيدو معناتها نهنيو العباد معناتها ونطمنوهم معناتها مش اي عبد عنده غصه معناتها اوتوماتيك جراحه الا لا. اذا كان فما كعبوره في الحكايه كان فما كعبوره فاتت ثلاثة جينيرالمون 3 سنتي وقتها نمشيو للجراحه ولا في الليكوغرافي في التصويره اللي عملها فما دي ستاد كيما قلت لك يقول لك سوسبيك دو مالينتي معناتها يظهروا لي بوتيتر هو سرطان كي تبدا معناتها الكعبوره يابسه كي تبدا الكعبوره معناتها مش واضحه مليح فلو كي تبدا معناتها سوليد نقولوا نحن سوليد اليكوغرافي يابسه فوالا وقتها معناتها تبعثوا للجراحه ديما جراح. مشكوره دكتوره يوسف ياسين اخصائي في امراض الانف والحنجره والاذنين، معلومات ياسر هامه. دونك وقيت نشوفوا سبوت الخاصه بشركه سيخ.
مؤسسة سيا مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمطابخ وللمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. سيار تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معكم خبراته في رسم البلان ديميناجمون تاعكم، كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمة. المغرومين زادة وفرت لكم اللي تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا شوروم تاعنا في المنزه واحد ولا في الحمامات، وتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سياغ أو عبر الهاتف 72 317 616. أكثر معلومات على شركة سياغ نلقاوها مع الشيف. أكيد الشيف يحكيوا على سياغ على خاطر هي أكثر المعدات موجهة ليهم لأنهم دي بروفيسيونيل، دونك تحط على ذمتهم سياغ أنواع المعدات اللي يستحقوا لها سواء في الكويزين وإلا في الباتيسري وإلا في البولانجري. دونك اللي يحب يأثث للابو متاعو ينجم يتوجه لهم وهما يعاونوه ويعطيوه أحسن لبلان بأقل بيجي كيفاش تنجم تأثث الكوجينة متاعك وإلا المخبزة وإلا الباتيسري اللي انت حالها. دونك زادة كان عندك كوفرتور جديدة وكل شيء هما يعاونوك حتى في البلان داميناجمون. ديما نقول بيجي ياسر محدود تنجم تحضر كوجينة كومباتيبل لاكتيفيتي متاعك، تنجم تتواصل معهم من خلال رقم الهاتف اللي هو في شيء على الشاشة وإلا تطلبهم ديجا وإلا تتواصل معهم ديجا على صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك سياغ كيف ما تشوفوا في اللوجو. دونك زادة المغرومين نجموا تمشيوا لسياغ ولا تدخلوا على الباج متاعهم تاخذوا فكرة على الزارتيكل المتوفرين عندهم من ليفيغين لي بوش لي دوي لي فوي لي سباتول الماكينات الصغار الماكينات الكبار دونك اللي تستحقوا له الكل تنجموا تلقاوه عند سياغ. أنا نحب نقول للشيف فتحية اللي ديجا سياغ سهلت عليها الخدمة شنية الوصفة باش نعملوها بعد الخبز. ألوغ أنا ساعة نحب نأكد لي سياغ كي تمشي وتلقاو عباد بروفيسيونيل يعطيكم نصيحة الماتريال شنو يصلح يوريكم كل خطوة خطوتها إذا كان مش تشري لشنو باش تخدم به. بالضبط يعطيك الصحة يعيش. ألوغ أنا هنية عندي كيلة سميد متوسط وردة باش نعمل الكعك باش نبل الكعك هذايا كعك مناقش. هوني عندي نحط كيلتين سميد أرطب ديما نكيلو أما بالصحفة وإلا بالميزان، معناها كان نحطو رطل سميد متوسط نحطو كيلو سميد أرطب ونحطو عليه كيلة واحدة فرينة وردة عادية، معناها كيلتين سميد أرطب كيلة متوسط اللي هو خمسة يسي وكيلة فرينة هذوما الكل نحطوهم في الصحفة متاعنا. نجي نحط عليهم مغرفات سكر محور نخلطهم نحط عليهم سكر محور انتوما والمذاق متاعكم خاطر فيه كان شوية التمر هو الوحيد اللي باش يحليه، معناها ما فيها باس كي تبدأ البراني فيه شوية سكر يعطي نكهة بنينة. هوني نحط شوية ملح باش ينطق المطعم متاع التمر ومتاع السميد متاعي والحلو متاعي، نخلط هذوما بالقداء. هوني عندي زبدة ذايبة ومعها زيت ديو بلوس نجمة، بعد لا طيبت الزبدة حطيت عليها الزيت باش بردت هذاك علاش تشوفوا فيها صفرة، نحطها أباريغال قد الزبدة قد الزيت. ونجي ونحط صحفة اللي كيلت بها هي بيدها نحط بها صحفة من التبسيسة هذية متاعي متاع الخليط زيت وزبدة هذية نبسس بها الخلطة متاعي ونعجنو بشوية ماء عادي تمبيراتور امبيونت ما نسخنوش ما نعملو حتى شيء. التمر متاعي عجنتو ديجا جست ومن بعد نوريكم كيفاش تعبيوهم وتنقشوهم. يعطيك الصحة شيف فتحية. مشاهدينا أنا قبيلة حطيت معاكم الحسو، قلنا اليوم الحسو متاعنا بالكعابر تنجموا تعملوا حزو وزدر اللي تحبوا انتوما، دونك سهل برشا أنه تركحوا المرقة متاعو بطريقة بسيطة. حطيت لها أنا طماطم سيكان باش جا لونها مزيان هكا. توا جاء الوقت بعد ما طاب اللحم متاعها باش نقشيها نقولوا اللي هو نزيدها شوية فرينة وماء
خذيت فرينة عادية من عند وردة حليتها في شوية ماء هوني نصب وعيني ميزاني دونك ما نكثرش برشا نصب ونتبع نشوف شنية الخضورية اللي تعطيها لي وقت اللي قلت لكم يطيب اللحم دونك حسب الخضورية اللي تحبوها في الحساء باش تعرفوا قيمته وحكاره دونك هكا نتصوروا يكفي هذايا الفرينة تاعنا ما تخافوش هي باش تغلي زيت تحل شوية الفرينة دونك هكا أمورها منظمة في الأخر أنا باش نزيدو لحسو باش يكمل يطيب نخليه يغلي يطيب الفرينة متاعه وقتها نزيدو شوية نعناع ونزيدو مغيرفة خلط نقصنا فك الجو سكري متاع الفرينة مع هذايا باش نحضر لكم قلت لكم اليوم وصفة متاع سردينة باش نعملوها كفتة خذيت السردينة متاعي فيليات نحيت لها السلسول نحيت لها شوكة بعد ما نظفت أمورها مريقلة رحيتها الماكينة دونك توا باش نزيد معها بطاطا مصموطة أنا كعيبة بطاطا مصموطة هرستها هنا باش نصب معها السردينة المفرومة هذه الكل دونك هكا باش نحط معاهم معدنوس عندي معدنوس قصيته حاضر باش اللي يحب يحط معاهم شوية شبت ميسالش ما يضرش يعطي نكهة بنينة للفاخس متاعنا ونبدأ نفوح هوني عندي شوية هريسة عربي عندي شوية فلفل أكحل شوية فلفل زينة وباش نحط معاهم شيشة ملح هكا هذوما باش نزيد معاهم فخوماج غابي من عند مرياح اللي هو اختياري ما يحبش يحط فرماج في الكفتة متاع السردينة هذيك حاجة اختيارية نعجنوهم الكل نعملوهم أقراص ونقليهم أنا فيما قليت محضرتهم بعد باش نجيو مع بعضنا نشوفوا الصوص خلينا توا مع فاطمة وضيفتنا في استوديو الماتينال مشكورين للشيف احنا قبل ما نشوفوا شكون ضيفتنا خلينا نشوفوا سبوت الخاصه بالمرقوم التونسي المرقوم ريحة البلاد وتاريخ الأجداد اللي حقوا لمجاد وخلوا الخير لولاد لولاد المرقوم المنسوج الحولي العنبر والعود البخنوق الكليم والسالف المقدود حوتة وخمسة وقرن غزال ومحلى صخامة الألوان رقمة الجهاد وصخامة العادات إيديات وصنعة وصحب صنعة خير من صحب قلعة منتوج 100% تونسي مرقوم الخير بصوابع حرير المرقوم التونسي كما كنتوا تشوفوا هو اللي عملنا ديكور الماتينال دونك عندهم دو شورومز الاولانيه تقع في طريق بنزرت مقابل الشرقيه والثانيه في طريق المرسى مقابل السفاره الامريكيه تليفونهم 20 118 780 20 118 780. احنا تويكا بحثنا نوتر كوتش دو سبور ايمان اسويل مصباح الخير مبروك مبروك عيشك صباح الخير فاطمه رمضانك مبروك كل عام وانت حيه بخير يعيشك يا لالا لوغ اليوم مش نحكيو على الناس اللي تعبت من السبور عملوا سبور في رمضان ما تعبوا تويكا تعرف اكثر من نص دونك كيفاش نشجعوهم باش يكملوا هي فكره هي فكره وان بلوس التعب عنده علاقه برشا حاجات قبل نجم يكون مانيش قاعدين نشربوا في الماء بالقدا مانيش قاعدين نرقدوا بالقدا لو فات اللي انت تسهر برشا ومن بعد من غدوه تحب تعمل سبور وانت صايم والا ماكش قاعد تحترم في الجسم نتاعك مثلاً نستعمل كلمه صعيبه شويه خاطر البدن نتاعنا عنده طاقه حتى نحبوا احنا كي نحبوا نعملوا سبور فاطمه الهدف نتاعنا toujours c'est le bien-être. Donc femme nes ils veulent toujours pousser leurs limites l'aqsa had. Ramadan mahouch وقت pour pousser ses limites واحد يعمل les prouesses نتاعو. Ramadan احنا هوني juste pour entretenir le corps. معناها انا مثلا من العباد اللي ننصح مرتين في الجمعه ثلاث مرات في الجمعه العباد اللي مستنسين يعملوا سبور. باش قال فطر المنصوح. اكيد اكيد الناس الكل سمعوا لي كوتش اترافير ولا دخلوا يعرفوا اللي احسن وقت لعملين سبور باش تنجم تمارس الرياضه هو قبل شقان الفطر باش انت توت سويت تمشي تيدغات تعمل لك الدوش نتاعك ومن بعد تشرب الماء تشرب الماء مهم ياسر قداش نشربوا ماء صحيح انه احنا بعد شقان الفطر ونسي اون جينيرال قد ما نعاودوا قد ما نقولوا ما عندناش اللي ابيتود يلزمك عندك دبوسه الماء نتاعك نتاع ايترا ونص تكملها لا يلزمك تحس روحك عطشان باش تمشي تشرب نحاولوا في رمضان دبوسه الماء نتاعنا
قدامنا وما يتيح الليل الا ما تكون كمال دبوسه الماء، على خاطر سي نورمال اذا وصل اخر رمضان ولا بعد رمضان سي انت تعبت البدن نتاعك، خاطر ماكش قاعد تاكل في الخضره نتاعك بالكدا، خاطر قاعد تعب فيه برشا في السبور، قاعد ماكش ترقد بالكدا، وقاعد بوتيتر زاده سي اون كيما احنا في السبور نقولوا فما قوه المخ. يعني كي نبداو نترينيو في ساعه تنجم انت تكملها، لكن انت بوتيتر كي تبدا عامل نيه اللي هو لي سبور صعيب مش باش نكملها ما تكملهاش، وقت اللي انت تبدا عقد النيه انه انت سبور انت ساعه باش تكملها تكملها، دونك زاده كيف كيف، وقت اللي انت تحط في بالك اللي انت باش تكمل رمضان وانت في فورما، خاصه انه خاصه العباد اللي يعملوا سبور في رمضان عندنا فما حاجات اللي هي تخرج وتداوي البدن وتعمل ريكونستيتيوسيون للبدن، يفرزها البدن اكثر من الايامات الاخرى، دونك بالعكس صوموا تصحوا هي حاجه مثبته علميا، ولو فات اللي انت تحس باجهاد عنده علاقه بحاجات لازمنا نصلحوهم اللي هي شربين الماء، النوم، وانه انت ما تعبش ياسر روحك في السبور وتعمل قبل شقان الفطر ولا بعد بساعه ما عملت السبور. صفصوفه ايمان مرحبا بيك. يعني احلاهم الحكايات اللي تحكي فيهم الكل، انا من الناس اللي مغرومه بالسبور سيرتو في رمضان، فما برشا ناس باغ اكزومبل في رمضان تخمم انها تعمل ريجيم وتنقص شويه في الميزان، تقول سيت اون اوكازيون هاني صايمه انا ديجا صيام المتقطع حاصل تحسين، دونك لهنا نجم نعمل شويه سبور، اسكو هنا نخدم كارديو يعني جوست تابي وجريان دي زاكتيفيتي يعني دو سبور هكا انتنسيف شويه، والا جوست نقعد نخدم في المسكولاسيون شنو هو خير؟ وجماعه اللي يحبوا زاده يعملوا رونفورسمون مسكولير اسكو ينقصوا شويه من الكارديو في رمضان والا يكملوا؟ هذه كونسلتاسيون لينا راه وتنجم معناها تهم برشا برشا عباد. في اي حاجه في الدنيا فما حاجه اسمها بروغريسيون، اسكو انت شنو قبل مستانسه تعمل شنو انت قبل مثلا اذا انت مستانسه تعمل سبور المراوحة البروغريسيون التدرج معناته انا باغ اكزومبل اذا انا مستانسه نعمل سبور في رمضان اللي مستانسه نعمله باش نقص شوي مانيش مستانسه نعمل ساعه باش نعمل ساعه غير ربع لانتونسيتي كيف كيف باش نقص لانتونسيتي مستانسه في المسكولاسيون ولا في الرونفورسمون مسكولار نهز 20 كيلو نولي نهز 15 كنت نهز 15 نولي نهز 10 دونك في رمضان مانيش باش اون سو سيرباس ولا نستناو في حاجه ولكن بور انترتونير دونك اللي انت الانسان اللي مش مستانس يعمل سبور يعمل كما قلت انت نمشي سور التابي ولا نعمل 20 مينوت على الفيلو ونبدا نسمع في بدني شنو اللي قال لي بدني حسيت روحي تعبت نقف اكزاكتومون حسيت روحك تعبت حسيت راسك يوجع حسيت بدوخه حسيت بفوميسمون حسيت بتنميل حسيت بوجاعه في البلاصه اللي انت قاعده تترينا فيها توقف كومبليتمون ومن احسن الحاجات اللي انا ننصحهم في رمضان انه يترين الانسان في سال دو سبور على خاطر مهما كان في سال دو سبور مع انه تعمل فوتينغ مع انه تعمل مارش مع معناها تكون اكومبانيي في سال دو سبور يكونوا ديما حتى كان تعمل فاريتي هكا تبدل فما عباد فما عباد دايرين بيك وكا دو ماليز وكا فما حاجه ديما تحس في روحك دون انفيرونمون سان اللي فما ممكن عباد ينجموا يعاونوك بور خاطر ما تعرفش شنو هو الرياكسيون تاع البدن اذا طايحه الانسولين في حاله الكونفينمون ايمان ولا الناس الكبار اللي ممكن ما ينجموش يمشي ولا الناس اللي ما عندهمش وقت معناتها يروح ديريكت تعرف نساء يروحوا ديريكت باش نقعدوا نتحضروا شقه الفطر وغيره ما لقاوش وقت للسال دو سبور دونك لهنا تلقى عباد فما عباد اللي عندهم ماتريال يستعملوه في الدار تاع على الاقل تابي وفما ناس ما عندهم حتى شيء كيفاش ينجموا لهنا يعملوا سبور هذاك وخاصه انا نحب نركز على الناس اللي كبار في العمر ما عندهم السكر مثلا يلزمهم يمشوا على الاقل نصيف ساعه ولا شويه اكتيفيتي في النهار اي دونك هي حكايه تنظيم كونفينمون ولا مش كونفينمون نجموا احنا معناها في ندوروا بالدا في اي في ليزالونتور نتاع دارك قبل الكوفر فو تنجم معناها تنظم روحك اهم حاجه في الموضوع انه انت اكن نص ساعه ما تكونش ستريس ما تكونش حاجة اللي أنت كيفاش لا لا تكون حاجة قاري لها حسابها منظمها مش أنا يلزمني لا لا معناها تولي أن فاردو حاجة ثقيلة عليك وخاطرها أنت باغ أوبليغاسيون باغ أوبليغاسيون ومش منظمها في السبور من الحاجات الحلوة اللي نعملوها أنه احنا نتعلموا نتنظموا ونتعلموا أنه عندي نصيف ساعة نكون الأوقات نتاعي معلقهم على الفريجيدير مثلا نهار تلاف من الخمسة ونص للستة ونص
هذيك والا من 5 للنص لل 5 ونص نص ساعه هذيك سبور نتاعي. دونك انا منظم اموري ونعرف روحي كاني انا امراه عملت الفحص نتاع البريك نتاعي محضره الشربه نتاعي محضره الماكله نتاعي نص تياب جوست نكمل نكمل النص ساعه نجي نكمل نحضر. معناها يلزم يكون فما اك التنظيم. والناس الكبار فاطمه اللي تحكي عليهم واللي احنا نحبوهم ونحبوهم يكونوا في صحه جيده، اذا العباد النورمال يلزمهم ينظموا حياتهم ويعطيوا للوقت مسؤوليه، هما يلزمهم مسؤوليه اكثر على خاطر السبور بالنسبه لهم اللي عندهم السكر ولا اللي عندهم التونسيون ولا اللي عندهم اي حاجه بيان سور بال معناها بموافقه الطبيب هذاك الدواء. ودايوغ في فرنسا يعملوها افيك اوردونونس، يعطيوك اون اوردونونس حتى في الكونفينمون الطبيب يعطيك اوردونونس وتمشي تعمل اون سيونس بارتيكولير وان تو وان على خاطر السبور ماهيش معناها ان بلوس، لا سي صحتك في الميزان وصحتك اونتر تي مان. مشكوره ايمان سليمي نوتخ كوتش. الوغ احنا وقيت نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة برشة تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي هي عالمي، وين نلقى راحتي وجوي، وين نتفند ونحي تعب النهار هين. سمعني أختي عندك أمين تتزنف لقوي مناعة. صف عيشك. صف 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 سامحني. أما سير عندك أمين تتزنف لك ما هو لقوي المناعة وفيه الفيتامينات. هيا بي أمين تتزنف أختي ريتو هذا يقوي المناعة اللي فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي سفا.
Humanité 19, نشاط وحيوية. Humanité 19. Humanité 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.